نتواجد هذا الصباح في إطار هذه الزيارة التفقدية لسلة الجديدة المعهد المتخصص في التكنولوجيا الاستيا ديال السلة الجديدة لهذه العملية ديال التفقدية تهم إجراء امتحانات المؤجلة بالنسبة للدبلوم التقني التقني متخصص وتأهيل. الحمد لله الظروف جد مواتية احترام البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده من طرف الوزارة ومن طرف المكتب ظروف آمنة. هذه الامتحانات كتدور في الظروف آمنة الحمد لله بفضل الانخراط والتعبئة للجميع. تم الإعداد لهذه الامتحانات عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير شملت المواكبة القبلية للمتدربين، حيث تم انطلاق حصص الدعم والمراجعة ابتداء من شهر يوليوز الماضي، كما تم تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية لفائدتهم حول الاستعداد للامتحانات في هذه الظرفية الاستثنائية تم تنشيطها من طرف مختصين في المجال. بالإضافة إلى هذا، ستنحصر الاختبارات على تقييم الكفاءات المتعلقة بالوحدات التي تم التطرق إليها حضورياً بين شهر شتنبر 2019 وشهر مارس 2020. من جهة أخرى أو من حيث التنظيم، تم تكييف البرمجة الزمنية بشكل يحد من تنقلات المتدربين، كما تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المتدربين والمكونين والأطر الإدارية.